السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناتي قناة نفيد ونستفيد. محمود بادي يحييكم من جديد دائما. طبعا بالبداية الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يتجدد لقائي بكم اليوم أعزائي المشاهدين، وسأناقش معكم موضوع بناء على طلب أخي محمد من الجزائر. قال لي أخي محمود تحدث لنا عن أسباب ضرب أو أسباب قتل أو أسباب رمي ذكر البادي لفراقي. إخواني الأعزاء، إن هذه المشكلة يعاني منها كثيرا من المربين في فترة التفريغ. دعوني أشرح لكم بعض الأسباب التي ممكن أن تصل بكم إلى هذه الحالة عند بعض المربين. السبب الأول يا إخواني هو دائما بعض الذكور في طيور البادي ترغب بالتزاوج أكثر من الإنتاج. كيف؟ يعني هناك بعض الذكور تريد التزاوج أكثر من الإنتاج، تبحث بالدرجة الأولى على القضاء الشهوة الجنسية لها فقط دون النظر إلى أن الأنثى قد احتضنت الآن بيضها أو أن الأنثى قد تحتضن فراخها وتبدأ بالاهتمام بهم. فيقوم هذا الذكر مباشرة بنزع أو قتل الفراخ من خلال رميهم أو من خلال دهسهم أو من خلال نقرهم أو من خلال تجاهلهم في الأكل. هذا السبب يكمن لأنه يريد ويرغب بالدرجة الأولى من التزاوج من هذه الأنثى. لذلك يا إخوان، عند وجود حالة مثل هذه الحالة يجب عليك أن تختار الفراخ والأم في الدرجة الأولى، وتقوم أولا بعزل الذكر لكي يتسنى وتتيح الفرصة لهذه الأنثى برعاية فراخها جيدا دون الإزعاج. إذن عليك أن تقوم بعزل هذا الذكر الذي يفتح لهذه المشكلة ونفيه عن الأنثى وفراخها حتى يتسنى للفراخ أخذ فرصته من خلال الأكل والنمو وبدء التعرف على العالم الخارجي لديهم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لقتل فراخ البادج من قبل الذكر أو نتشهم أو جرحهم، هما برضو يا إخوانا حالة الإزعاج التي تسببها الفراخ بعد 30 يوم. يعني هناك فراخ تكون قد نمت وخرج الريش جيدا وأصبح عمرها شهر وجاهزة للقطف أو للخروج أو للتعرف على العالم الخارجي، فتجد بأن هذه الفراخ تظل دائما أكثر الأوقات داخل البياضة. إذا هذا الذكر يريد التلقيح مرة أخرى لكي يتسنى للأنثى البيض، فتبقى هذه الفراخ عائق أمام هذا الذكر لأنها قد نمت وأصبحت جاهزة ولكنها تجلس داخل البياضة. فيقوم الفرخ مش بطريق القتل لا شيء، تجد بأنه ينقر الفراخ ويريد إخراجهم. عليك أنت كمربي عند ملاحظة هذه الحالة القيام برفع الفراخ وعزلهم في قفص وحدهم ليكمل موسمهم بإذن الله، لأنهم أصبحوا يشكلوا عائق على الذكر والأنثى في عملية إتاحة الفرصة للبيض مرة أخرى. إذن هذه حالة من ضمن الحالات التي من أسبابها ضرب هذه الطيور. أنا يعني قدمت لكم الحالتين اللي أنا بشوفهم الأقوى والأمثل والأدق في وطننا العربي أيضا والأوروبي في تربية هذه الطيور البادج والغندور والكوكتيل. تتشابه سبحان الله هذه الطرق أو هذه الأسباب مع جميع الطيور على فكرة، وهذه نفس الحلول التي أنا طرحتها مطروحة ومباحة لكل أنواع الطيور بنفس الطريقة وبنفس الحل بإذن الله. إذن يعني هذه الحلقة هي كانت بمثابة الأسباب التي تجعل ذكر البادجي أو ذكر الغندور أو ذكر الكوكتيل أو ذكر الدر أو ذكر الببغاويات كلها بشكل عام تقوم بضرب وهمش ودهس ورمي فراخها. استعرضت لكم السببين الرئيسيات الأقوى والأدق والأصح والتي يتم التعامل بها دائما والحلول بإذن الله. هذه كانت بناء على طلب أخي محمد من الجزائر، وعدته بأنها ستكون يوم السبت واليوم نوفي بالوعد له. وهذه هي بالدرجة الأولى فائدة لجميع المربين وخصوصا من يعترضهم هذه المشكلة أو تعترضهم هذه المشكلة إن كانوا جدد أو قدامى. بالدرجة الأولى بإذن الله نتمنى لكم التوفيق دائما. من لديه سؤال إخواني أعزائي المشاهدين عن هذا الموضوع أو غيره من المواضيع
انتظر كل تعليقاتكم اسفل الفيديو للإجابة عنها بدقة وعناية بإذن الله. وطرق التواصل علمتموها وتعرفونها وسأقولها لكم في صندوق الوصف. يوجد لكم ولديكم الرقم الخاص بالواتساب محمود وادي شخصيا، كل يوم ساعة للإجابة بشكل مباشر عن جميع الأسئلة. وهناك أيضا رابط صفحتنا عبر الفيسبوك قناة نفيد ونستفيد أيضا لتلقي رسائلكم عبر الصفحة. تحياتي لكم أينما تكونوا، وصوما مقبول وإفطارا شهيا، وتقبل الله منا ومنكم سائر الطاعات والأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم ومحبكم دائما محمود وادي من قناة نفيد ونستفيد.